يقول: ما هي الأولويات في العلوم الشرعية لطالب العلم المبتدئ، وما فائدة علم الأصول؟ الأولويات في لطالب العلم المبتدئ أن يعرف ما يستقيم به دينه من معرفة أركان الإسلام الخمسة، معنى الشهادتين وهو التوحيد، وما يضاده هو الشرك، معرفة أحكام الصلاة، معرفة أحكام الزكاة، معرفة أحكام الصيام، معرفة أحكام الحج. هذا علم ضروري لكل مسلم، لا بد أن يعرف هذا النوع، هذا الحد من العلم، ما لا يستقيم به دينه إلا به، هذا فرض عين، وما زاد عن ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ويبقى في حق الباقين سنة، من أفضل السنة طلب العلم، من أفضل العبادات. نعم.